اي اف ام احلى راديو عسلامه مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا هذه الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميت بونتين اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت وتنجموا زادة تتفرجوا في ليميسيون مباشره على موقع ميت بونتين وتخليوا زادة الاسئله نتاعكم على الموقع نعاود نفكركم ما نعاودش نفكركم زدنا كبتين دونك الموضوع نتاعنا اليوم هو الكاتاراكت الا الماء في العينين دونك اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان بحذينا دكتوره سلمى هرابي طبيبه مختصه في امراض وجراحه العيون. مرحبا بك دكتوره بحذينا. مرحبا هاجر ومرحبا بمستمعي يا فهم. عايشك الله يخليك دكتورة يعطيك الصحة. دونك دكتورة احنا اليوم باش نحكيو على الكاتاراكت والا اللي يعرفوها بليزو موا العباد الكل اللي هي الماء في العينين. قول قائل شنو هو هالماء في العينين؟ اسكو ماء بالحق في العينين والا ليه؟ في انا جزء بليزو موا من العين تتمس معناها بالمرض هذايا، كيفاش نجمو انفيقو بيه؟ شنو هي ابرز الاسباب نتاعو؟ اسكو هل فيه علاجات ممكنه والا ليه؟ وبالطبيعة ديما الوقاية خير من العلاج في الامراض الكل، باش نحاولوا ننصحوهم شوية اخر كيفاش نجمو زادة يتلهيو بالعينين نتاعهم ما يخليوش الأمراض هذه تتقدم برشا وتنجم تهلك لهم البصر نتاعهم. خلي يقولوا احنا ما هيد ملون نفسروا لهم شنو هو هالكاتاراكت هذه وإلا الماء في العينين. أول حاجة نبدأ بالماء في العين اللي هو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية الكاتاراكت. يزمنا نبدأ أول حاجة نفسروا اللي الماء هذه مش عبارة على كتلة من الماء نشفتوها ونتعدي وليه. هو يجي في العتامة متاع العدسة متاع العين، ونعرفوا العدسة متاع العين هي جزء باللوري اللي نجم نوريه هذي إذا كان كاميرا تشوف. لا دوره لي لينا بش هاي هكيكا هذي العدسة متاع العين هوني بعد القرنية، القرنية شفافة هوني وبعد العدسة متاع العين، والعدسة متاع العين نورمالمون شفافة كيف كيف القرنية، حتى القرنية شفافة. الضوء كي يدخل من هنا للقرنية يقع انعكاسه على العدسة متاع العين اللي هي قلنا شفافة نورمالمون، وهي بدورها تعكس الضوء ذاك الشبكي اللي هي هوني وشبكي الخلايا متاع الموجودة متاع الشبكية هما يحولوه لشحنات كهربائية وتتعدى مع العصب البصري وتمشي للمخ، والمخ يترجمها في قالب صورة. دونك احنا نشوفه بمخنا مش بعينينا. تبقى العدسة هذية متاع العين إذا تولي فما عتامة متاع العدسة ما عادش شفافة. دونك بطبيعتها مش تجينا صورة مشوشة. فذي ما نعبروا عليه كما احنا بالنسبة للعين كما الكاميرا اللي تصوروا بها انتوما. إذا كان كاميرا الامامي نتاعها ماهوش نظيف مش نظيف صوره مشوشه، وهذاك هو الماء في العين. الماء في العين هو عتمه العين، هو تغير في البروتينات نتاع العدسه نتاع العين. اسكو الماء في العينين هذا يتعدى بمراحل ولا بدرجات ولا فيه انواع؟ اكيد اول حاجه نحب نقوله اللي الماء في العين ماهوش مرض معدي، ماهوش مرض ينتقل من مريض لمريض، ماهوش مرض ينتقل من عين لعين، هو تغير بروتينات. هذه حاجه. وفما برشا انواع نتاع امراض نتاع الماء. فما سكون ابيلي كاتاراكت نوكليير اللي هما عتامه في النواه نتاع العدسه. هذوما ناس معناها ما يراوش عن بعد. وفما لي كاتاراكت سكون ابيلي كاتاراكت كورتيكال اللي هما يجي في الاطراف، الماء يشد في الأطراف متاع العين يتطلب مراقبة، لأنه هذا الماء هذا في الأطراف ينجم يتطور الكاتاراكت كورتيكو نوكليير يولي زادة في النواة متاع العين. وهذوما يعطيو ازدواجية في الرؤية، ساعات ناس ترى دوبل، وينجم يتطور في الكاتاراكت توتال اللي هو نسميوها الماء كامل، معناها يكمل معناها يولي العين كلها بيضة، العدسة كلها تبيض تولي بيضة. وفما لي كاتاراكت سكون ابل سو كابسولير بوستيريور، سادير عتامه في الجزء الشفاف نتاع العدسه معناها من تالي. هذوما اللي راهو لا من بعيد ولا من قريب. قول قائل باش نتحولوا من نوع الى نوع تاخذ برشا وقت الحكايه والا في ساعه في ساعه؟ سي اون مالادي بروغريسيف، تمشي بشويه بشويه وتتطور، ماهوش سي با بروتال. انهي الشريحه العمريه بلوز او موان اللي تنجم تصيب اكثر تصاب اكثر من غيرها بالمرض؟ نشوفوا الاسباب. هما اول حاجه الناس الكبار في العمر. العمر هو السبب الرئيسي، وهذاك علاش الفحص الدوري عند الناس الكبار كي نفوتوا 50 60 سنه
دونك فحص دوري نجم يكون ضروري للناس الواعيه اللي تمشي تحب تتفقد روحها باش نشوفوا فماش كاتراكت، لانه الكاتراكت سينيل يتسمى هو اكثر شيوعا واكثر اللي اكثر موجود. بقى فما سبب اخر اللي هو مرض السكر. الناس اللي عندهم السكر هما ناس يعملوا ماء قبل وقتهم بكري شويه، وذك علاش بالنسبه لمرض السكر يلزم فحصه دمانيا دوري اوسي، خاطر زاده يعملوا الماء الضغط في عينيهم ويعملوا الماء في عينيهم، ويلزمنا فحص الشبكيه على خاطر عندها نتائج ما بعد العمليه، لازمنا نتاكدوا اللي ما عندناش سكر في عينينا قبل ما نعملوا العمليه نتاع العين. وفما أسي لميوبي فورت، الناس اللي عندهم ناقصين برشا في النظر هذوكم زاد النجم يعملوا الماء. فما الناس اللي تلقاو ضربة لعينيهم معناها النجم يعملوا الماء حتى 3-4 سنين القدام، تلقى ضربة توا عامين 3-4 سنين النجم يعمل الماء، كما أنه اللي كاتراكت معناها كونتوزيف ولا تروماتيك تضرب بحاجة إلى حد نجم يعمل الماء سور بلاس، معناه نجم يضرب العدسة. وفما الناس اللي يعملوا التهابات متكررة نجموا يعملوا الماء في عينيهم لي زوفييت معناها ريبيتيسيون. وفما ناس اخرين زادة اللي يداوي بالكورتيكويت، وهنا مشكل كبير. فما بون نضطروا باش فما طب تضطر باش تعطي كورتيكويت الامراض المعينه ا لونتيرم. هذوما ناس يعملوا الماء في عينيهم وينجموا يعملوا زاد التونسيون في في العين. فما لي كاتاراكت كونجينيتال ما ننساوش اللي الماء في العين ينجم يسيد الصغار وراثه. دي دكتورة لقيتو مربوط ساعات بتعكر ولا فما دويات تاخذهم المرأة في وسط الحمل متاعها؟ أي نجم يصير. أي يصير ولا تنجم تعمل ديزانفكسيون وإلا للكلوتاباجيزم وسي نجم، وإلا فما ديجين وراثية في العائلة. يعطيك صحة دكتورة الله يخليك. احنا مازلنا مكملين معك من توا حتى كش للأربعة متاع العشية. نعود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الكاتاراكت وإلا الماء في العينين، وحضرة بحدينا دكتورة سلمى هرابي طبيبة مختصة في أمراض وجراحة العيون. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع ده مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. تنتي باي ميد.ان رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشيه. ولا محل اليوم عشان كانوا الاربعه غير بعض يا شباب، خاطر تعرفوا ليكيب ناسيونال تلعب دونك نفسحوا المجال. زملائنا من قسم الرياضه باش يصالوا بيوم 4 ساعه قبل الماتش باش يحكيوا في امور الماتش والكره والفازات الكل، سينو احنا خرجنا شويه توا في العينين نتاعنا. دونك احنا اليوم نحكيوا على الماء في العينين، وحاضره بحذانا الدكتوره سلمى هرابي طبيبه مختصه في امراض وجراحه العيون. تنجموا تكلمونا على 31 380. دكتوره يقول القائل للعبيد اللي يسمعوا فينا، قلنا احنا الاكثرية متاع العبيد يجيوا للعبيد الكبار في العمر، ونعرفوا الكبار في العمر ديما نقولوا اي حاجة تصير لهم تيما بحكم الكبر. ساعات نستهينوا بالحاجة وما نمشيوش للطبيب فيسع فيسع ونرميو لكل شيء على التقدم في العمر اللي هو عندنا احنا بلوزو موا عادي. قل القائل للعبيد اللي يسمعوا فينا كيفاش نجموا نعيهم وإلا نقولوا لهم شنو بلوزو موا الاعراض اللي تظهر وما يرميوهاش جوست على خاطر الكبر في العمر ركحه. فهمتك. بالنسبة للعلامات اللي تظهر عند الناس هذوما الكبار جينيرالمون نلقاو ذباب. الإنسان تلقاه يحس ذباب كيما السحاب، وإلا يرى عنده حساسية كبيرة للضوء، كسوا الضوء اللي قوي وإلا الضوء الخافت. الناس ما تنجمش تسوق في الليل، عندها تولي عندها مشكلة في السياقة الليلية. ساعات فما ناس ترى دوبل، هي الشكوى هجر تختلف من مريض لمريض. فهمت. حسب نوعية الكاتاراكت اللي عنده، فما ناس يقول لك الرازوس، فما ناس يقول لك عندي زغلة في العين وتزغل بالدمعة، فما ناس ما تنجم تسوق في الليل، فما ناس عندها ضباب، فما ناس تغير في الألوان ما عادش يرى الناس بي جون جوناتخ، معناها التصويرة أنت تشوفها عادية، المريض العادي يشوفها عادية ويرى فيها مسحة صفرة، معناها تغير في الألوان. هذم هما الأكثرية الأنواع الكل، ولا يبدأ يمسح تقاه عنده مريات تقاه نهار كل يمسح في المريات متاعه ويمسح فيه يحسها مغبشة ويمشي يبدل مريات وأشاك فيه يقول عندي مشكل في المريات، يحسيد عنده مشكل في المريات. هما جينا غالمون الغلطة اللي عملوها بيزموا العبيد الكبار ساعة ما يمشيش الباب العينين دو حتى كي يمشي يشري لونات يمشي يشري لونات اللي متوفرة على اليمين وعلى اليسار، زعما تكبر لهم شوية ويبدأ يمشي ويبدل يمشي في باله المشكل في النظارات. والمشكلة هذه الدكتورة العبيد تشكى منها من بعيد ومن قريب، وإلا من قريب أكثر ولا من بعيد أكثر؟
زوز خاطر سا ديبون من نوعيه كيما فسرت لك قبيلي نوعيه الكاتاراكت فما لي كاتاراكت باغ اكزومبل سو كابسولير بوستيريو هذه في الغشاوه نتاع العين ما يوريو ولا يراوش لما من بعيد ولا من قريب ويتقلقوا فيها في الصباح في القايله في الليل دوبا ما يقوموا يتقلقوا سورتو السياقه بون فما ناس تقلق في السياقه في الليل الضوء ما عادش يساعدهم مليح معناها الضوء القوي ما فما عندهم حساسيه للضوء برشا فهمت هو جينيرالمون ماك تعرف انت سيغتانمون راك ستانست اللي جينيرالمون المرضى كما قلت لك يرميو الحاجات هذيا على الكبر وكي يمشيو جينيرالمون يمشيو مؤخر للطبيب قول قال اسكو فما مضاعفات تنجم تصير على العين اذا كان ما فقنيش بها في المراحل الاولى نتاعها ولا لا هو جينيرالمون ننصح المرضى باش يمشي بكري دوبيرا العلامات هذيا واحد يمشي ما فيها باس فحص دوري بين الخمسين وست في الستين سنة جينيرالمون فما فوق فحص دوري لازم سورتو الناس اللي عندها سكر في عينيها واللي ناقصين برشا في النظر هذوما فحص دوري جينيرالمون يجيوك الناس تحب تبدل مرايتها دمانيغ سبونتاني معناها الناس يحب يبدل مرايته ولا الناس فما برشا يتشكي ويجيك عنده ذبابة ذبابة فيقولك نحس عندي ذبابة في عيني دونك تشخيص ساهل برشا باش نحطوه ونشوفو نلقاو عنده الماء في عينه دونك فما ناس تجيك فحص دوري نتاع سكر دونك نعرفوا احنا وهذه الفحص الدوري ضروري يعني لازم ناخذوا معاه وقته المريض هذا باش نشوفوا له الشبكيه واذا كان عنده برشا ماء في العين ما نراوش به العين الاخرى لازم نشوفوها تعطينا فكره عنده سكر والا لا ونقيسوا له الضغط وكل معناها فحص كامل وناخذوا معاه وقت ونفسروا له اللي العمليه راهو ضروريه واللي العمليه نتاع المساله واللي معناها نفسروا له علاش لازمها تتعمل اذا كان ما عملش هذوما الكل اذا كان ما عملش نجم يصير الماء نجم العدسه نتاع العين تكبر وتتطور وتعمل نمو مخلفات خايبه تعمل زين المول ماء الازرق نتعديه للتونسيون نتاع العين بخلاف التونسيون نتاع العين ما تعملش حاجه اخرى مشاكل اخرى صحية تعمل مشاكل صحية الإنسان يولي ما يراش تقول لهم على خطر عندي كابونت مش يولي ما يراش شي يفقد البصر متى يوم شي يفقد البصر أكيد هي لبخمير كوز دو سيسيتي مونديال معناها يفقد البصر إذا ما يعملش العملية بي أسكو أوتوماتيك مو العلاج هو العملية ولا فما علاجات أخرى تسبق العملية لا أنا فماش حتى دواء ينحي الماء في العين الدواء ثم كان الـ 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 العملية العملية بالموجات فوق الصوتية الالتخاصان اللي الناس تقولك نجي نعمل لازير هو النجم نعمله لازير تطورت التكنولوجيا وتطورت العملية ما كناش كنا نعمله نحله فتحة كبيرة متاع العين مع الغرز وكل شيء توا نعمله فتحة صغيرة ونشفتوا الماء هذاك بالالتخاصان بالفاكوي ميلسيفيكاسيون ونزرعوا عدسات اصطناعيه والعدسات بيان سور تطورت سي لا تكنولوجي تطور كيما مواكبين التطور التكنولوجي الكل دونك فما عدسات يوريوك يصلحوا سكون ابيل لي زامبلون مونوفوكال اللي يصلحوا الميمبيوبي ولا اللي بيرميتروبي فما توا عدسات اخرين يصلحوا لك حتى لا فيزيون دو بري بيه دكتورة اسكو الكاتاراكت كي تجي في عين تنجم تجي في العين الاخرى بالضرورة اسكو كي نعملوا العملية نعملوا العملية على زوز عينين فرد وقت ولا لا لا ما نعملوش عملية تنجم تجي في العين الاخرى ما فما ما يمنعش هذا مش مرتبطين ببعضهم ينجم انسان عنده كاتاراكت في عينه ما عندوش في الاخرى ما تنجم تجي في العين الاخرى ما نعملوش في العينين الزوز نعملوا في عين برك بور ايفيتي اتر سيكوريزي بور اتو les attendus à tout واحد معناها نعملوا عمليه عين واحد اما واد انترفال نجموا نعملوا الاخرى اذا العين الاخرى فيها الماء شهر بيناتهم فما حتى مشكل جينيرالمون النتائج مرضيه في العمليات وسا ديبون النتائج ديما زاد سا ديبون من الفحص ما قبل العمليه خاطر فما ناس باغ اكزومبل اللي عندها سكر في عينيها مثلا فما ناس تخرج تقول لك تقال عملية معمولة بالكدي ومريقلة وما فاهم حتى مشكل وعدسة في بقعتها والكل والإنسان يقول لك ما نشوفش بالكدي هو تلقى عنده سكر في عيني دونك المشكل مش في العملية الديبون ديما في العملية فما ناس عندهم زادة القرنية المخروطية ديما صعب القياس متاع العدسة وفما ناس عندهم سكونابيلي ديستروفي كورنيان عندهم مرض في القرنية دونك كذلك مش تاثر على النتائج نتاع العمليه معناها النتيجه نتاع العمليه نتاع الماء
وتبقى ديما النتائج في العمليات العاديه الكل نتائج مرضيه وخارق العاده والناس ترجع تشوف لاباس عليها وما ثم حتى مشكله. يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. نعاود نفكركم لموضوعنا اليوم هو الكاتاراكت والا الماء في العينين. وحاضره بحثنا دكتوره سلمى هرابي طبيبه مختصه في امراض وجراحه العيون. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. اي اف ام احلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من مدنين. معنا بسمة. مرحبا بك بسمة. مرحبا عايشك أختي. مرحبا بالدكتورة زيدة. عايشك. والله يعني حبيت نستغل الفرصة على خطر طبيبة الأمراض العيون هذه وحكيت على ماء العيون وبرشا شنو هما الأعراض نتاعها وشنو. أنا حبيت نسأل على بنتي استغليت الفرصة عندها نقص في النظر عملوا واحد ونص في كل عين. السنين قد عودة ترجع للكنترول نتاع بعد عام كيف عاود لقيت باقي تنقص واحد ونص في كل عين ولا ثلاثة في كل عين وهي 9 سنين ديجا ماهيش كبيرة وما عندناش فيها معناها لا باباها لا أمها لا جدائها لا جدها كل ما عندهاش يكون عندها نقص النظر كل شي وقت اللي يكبر معناها هذه الحاجة مع الكبر. أما في وراثة معناها أهلها الفاميل القريبة نتاعها عندهم نقص النظر ما عندهمش. بقيت هو توا الطبيب عطاها كنترول بعد 6 شهور باش نشوف شنو السبب. ما عرفش حبيت نعرف اسكا شنو هو الاسباب اللي يخلوا النظر ينقص بالطريقه هذه معناها بالرغم اللي تغطيتها مريقله وكل شيء مريقل معناها. حبيت نسال خليت الفرصه مادام الدكتوره معاكم. مرحبا في سلامه. مرحبا بك. هي مش قاعده تنقص برشا برشا اون فيت موان 3 قاعده نقصت 1.5 معناها عادي. احنا لميوبي مالادي اللي فريمون اللي تخوف اللي الناس اللي تنقص 4 و5 و6 ديوبتري في 6 أشهر هي قاعده تنقص بمنيار عادي ونجم تنجم مش كان الوراثه برك عامل التغذيه وعامل الصغار تويك اللي نهار كل منكبين على الكمبيوتر وعلى الواحد ما يخرجوش للهويه لبرا دونك وما هيش قاعده سي با ان ميوبي مالادي معناها ما هيش مرض دونك قاعده تنقص طبيعي وتفاصون في العمر هذايا حتى للبيبرتي حتى للواحد نجمو نستنيو يا تنقص يا تقعد ستابل يا تعاود تنقص مره اخرى. فهمتك. اما هي خاطر يمكن ويلزم متابعتها كل 6 أشهر ما خاطر تقول ضروري 9 سنين وديجا ناقصه 3 تخاف عليها معناها حتى من صغار بكل نجمو يكونوا ناقصين معناها من اللي معناها ما تتقلقش عادي معناها عادي وتنجم تتبع عند الطبيب نتاعها كل 6 أشهر يلزمها ضروري باش العين ما تبخلش اوبليغاتوار لي كونترول تولي 6 موا. باهي يعطيك الصحه دكتوره ان شاء الله باللطف عليها. بس ما نمشيو لتونس معنا ايمان. مرحبا بك ايمان. عايشك لاله عايشك مرحبا عايشك. رحب بالدكتوره. نحب نسال بربي انا امي مشات في المره للطبيب عندها عين تشوف فيها معناتها من قريب ومن من, من بعيد والعين الاخرى من قدام تبدا مضبه تشوف ومن بعيد هكا تبدا شويه مضبه. مشات للطبيب قال عندك ما في عينك مش نعمل لك اوبيراسيون نبدا لك الناس من عينك. تحب تسأل هي عندها تنسيون وعندها سكر اما مش تاكل في الدواء جوست تعمل فيها رجله وكهو. السكر نتاعها معدل هو ايمان؟ لا هكاك كل مره كيفاش اما الصباح بعد الصباح تدي على خوي تعمل تغاها جرام 30 جرام 40 اي ومن بعد زوز جرامات هكاك ما نعرفش اما مش تاكل في الدواء دكتوره هي جوست تعمل فيها رجله وكهو. رجله واحده مشيت للطبيب عطاها دواء كيف الطبيب جات للطبيب وعطاها جست ريجيم اكاهو سون سكر تقص من السكر تاكل كومبلي هذيك اهو. لو تونسيون نتاعها مريقله ولا لا؟ تونسيون مريقله خاطر تاكل دواء باهي تنجم تسالها دكتوره تفضل. اي والسؤال مدام شنو اي مثلا مدام دكتوره نحب نسال جست تنجم عاد تعملها لوبيراسيون ولا لا؟ خاطر هي توا سمعتك على اساس انه اللي عنده السكر تقلق من الشبكيه نتاعو. لا هو العمليه فما حتى مشكل تعمل العمليه نتاعها نتاع الماء مي اكيد الطبيب نتاعها مش شاف لها سكر في عندها سكر في عينيها ولا مش نشوف الفوندو مش يقيس لها الضغط في العين اكيد مش يعمل فحص كامل وشامل سورتو بالنسبه للمرضى نتاع السكر نعمل لهم فحص كامل
للضغط نتاع العين للفوندوي للشبكيه باش نشوفوا، خاطر عندها نتائج كما قلت لك مش معناها النتائج اذا كان عنده سكر في عينيه باريكزومبل مش مش يرى 100% كيما الاخر كيما اللي ما عنده حتى شيء، تبقى العمليه تنجم تعملها فما حتى مشكل، جوست تعديل السكر نتاعها معناها ما يلزموش يكون طالع، خاطر بالنسبه للطبيب المبرمج يطلب يكون تعديل عادي يكون سكر معدل، ما عمليه تنجم تعملها ما فما حتى مشكله مدى كم بروبليم. لو تفاصيل هو يلزم ديما السكر والتونسيون معدلين في اي عمليه، السكر والتونسيون يلزم يكونوا ديما معدلين وما يلزمش مدام ان نسمع فيك مره واحد مره اثنين ما نعرفش التراكم ياك نتاع 3 اشهر قداش، يلزم يكون معدل السكر نتاعها بالكدا ويلزم تتبع السكر نتاعها مليح، تمشي لطبيب السكر وتتبع او ميم طون تتبع عند طبيب العينين زاد باش يراقب لها الشبكيه نتاعها. باهي ان شاء الله برد عليها ايمان، يعطيك الصحه دكتوره عايشك بارك الله فيك. نمشيو المرنيق معنا رجاء، مرحبا بك رجاء. السلامه. السلامه لالا، مرحبا تفضل. لاباس لاباس عايشك. انا عندي امي عندها سكر وعندها الدم وعندها الماء في عينيها الزوق فهمت، وعندها عينها ما تشوفش بها اللي صار مرتين تصل عمليه وما تحبش تعمل، تقول لك انا ليه عندي سكر ما نعملش، وهي ما عندها سكر في عينيها راه فهمتي، حبوا يعملوا لها يعني على عين الصحيحه يشوف بها هي ويخلوا لها عين اخرى ومن بعد يدوروا العين الاخرى، قالت لك هي ليه كيفاش يعملوا لي على الصحيحه وكيفاش راه يعني. قلت لها ما تنتلهي بيك ما حبش تعملها فهمتي، مرتي لحلح بها ما حبتش. لا هي العين صحيحه علاش باش يعملوا لها؟ هي علاش العين الاخرى العين الاخرى علاش ما تشوفش بها مدى؟ ما تشوفش بها خاطر الماء غمها فهمتي؟ اي لازم تعمل على الماء، شنو واش معناها الماء غمها؟ على الماء معناتها ما تشوفش بها خاطر الماء معبي بالماء. اي مدام راهو الماء كيما كنت نحكي توا راهو مش معبي بالماء، معناها ماء كيما تتصوروا ماء، هي العدسه معناها تفقد الشفافيه نتاعها، معناها ما عادش تشوف بها ما عادش تخليها تشوف بالكل، دونك مستحسن تعمل العمليه على العين اللي ما تشوفش بها، تبدا بها هي خايفه تقول لك انا مادام فماش علاش تخاف، شوف العمليه توا نتاع العين ما عادش يخوفوا راهو، على بالنسبه للعمليه نتاع الماء ما تخوفش بالكل وما عندها حتى مشكله تعمل عمليه نتاع او كونترير، شو مش خوفت هي ما تراش بها، ما فهمتش انا شنو اللي خوف فيها، معني باش تصبح غدوه ما تشوفش هي ما تراش دونك الفا غاني اكثر من اللي من اللي من اللي مش تخسر معني، وما عندها ما تخسر دونك الفا غاني كوني مش تشوف. يا رجاء ما نحبش نعمل العمليه يا بنتي ما تخافيش، نقول لي ليه عندي ما في لازم فات يلزم الطبيب نتاعها يقنعها ويحكي معاها وياخذ وقته معاها ويقنعها اللي راهو اذا ما تعملش العمليه بخلاف يعني كوني ما عادش تشوف، راهو اذا ما تعملش العمليه مش نتعديو للميه الزرقاء وبعد وجيعه كبيره برشا نص ساعات اللي الناس تتوجع برشا، معناها تعملنا ان جلوكوم ايغو وتولي العين موجوعه برشا، وقتها مضطرين ساعات نعملوا العمليه جست باش نحيوا الماء باش نبيع على الوجيعه مش للنظر، وقتها تو دانكو تنجم تفقد النظر كومبليتمون، اما نضطروا باش نحيوا جست الماء باش نحيوا الوجيعه، معناها لازم تقنع روحها والطبيب نتاعها يقنعها بشويه بشويه اللي راهي العمليه لازمها ضروريه ولازمها تتعمل، راهو سينو مخلفاتها خايبه بعد راسيلها كل ليله في الارجونس اذا نتعداو للميه الزرق. ان شاء الله بلطف عليها رجي، ان شاء الله تسمع كلام ربي يهديها ربي يهديها ان شاء الله ربي يهديها، بتعرف ما في حد شيء ما تخوفش، فما برشا يجيو يقول لك ما نحبش نعمل اللي هي ساعات مش اختياري معناها مش اختياري مش ما تحبش تعمل مش على كيفك فات يلزمك تعمل، اما يلزمك توصل مرحله تقتنع والطبيب نتاعك يقنعك اللي كونه راهو لا مفر، معناها يلزمك تعمل العمليه وراهو البينيفيس نتاعها اكثر من اللي مش تربح انت اكثر اللي مش تربحوا اكثر من اللي مش تخسروا، ماكش مش تخسر حتى شيء تعدل السكر نتاعها ما عندها حتى مشكل، وتفاصون ماهوش البنج ما يخوفش خاطر البنج خفيف برشا، معناها جوست تراقدوا شويه ونعملوا ولا تعم بنج موضعي، معناها حكايه فيرا كومبليتمون، معناها العملية تدوم ربع ساعة ماهيش عملية متاع تمشي المصرانة الزايدة ولا نعرف شنو، العمليات الأخرى تدوم بسوايع ولا قلب مفتوح ولا ما نعرفش سوايع كاملة، هذه تدوم ربع ساعة أربع دراج معناها وبعد تعمل عمليتها وتشوف على روحها. يعطيك الصحة إن شاء الله لاباس. إن شاء الله لاباس. نمشيو لجابس معنا نزار، مرحبا بك نزار. مرحبا عسلامة. عسلامة سيدي، مرحبا بك معاش. عايشك تفضل. والله أنا تو واحد نسأل الدكتورة، عندي التهاب في العيون الزوز، التهاب. وما عندي لا ماء ولا عندي شيء ولا عندي سكر ولا عندي حتى شيء، ما عندي حتى مرض ماهيش في من العيون. سا ديبون شنو هو الالتهاب تقصده انت؟ تقصد ليزوفييت؟
اوفيت والا التهاب حساسيه، معناها خاطر كل الناس عندهم تفسير التهاب عندهم برشا مفاهيم عند العباد. زبابه في العيون الزوز، زبابه ديما زبابه. ايه مشيت عديت ولا؟ نعدي انا تو نعدي والله ما خليت ما درت حتى بلاصه. اش قال لك الطبيب نتاعك؟ التهاب، يقول لي التهاب مرض نادر هذا. زي مرض مزمن ولا لي. قداش عمرك انت سي نزار؟ 29. باهي انت عندك صحيح. دم سكر عندك حاجه؟ لا لا ما عندي حتى مرض، ما عندي حتى مرض. كي مشيت للطبيب شنو هو بالضبط المرض اللي قال لك راه ما نذكرلكش اسم لوفيت؟ التهاب بي سيت ولا بي هاش. اه مالادي بي سيت، هذاك موضوع ثاني. مالادي بي سيت يلزمك تتبع بيان سور عند طبيب العينين، كما انك تمشي تعدي عند انترنيست طب الباطني، خاطر عندها طب الباطني، خاطر عندها مخلفات اخرى. مشيت للباطني وطب الاسنان اي ضروري تبع، تقعد في المراقبة وتقعد تتبع عندهم. وصار هذي خطرة الملاديد بهجة نسميوها الملاديد بيسات، عندها دي كونسيكونس بخلاف تعمل لنا حاجات في العين، معناها التهاب وتعمل لنا دي فاسكولاريت حتى في وسط العين من داخل وكل. دونك هذه المراقبة ضرورية باش تكون عند طبيب العينين كما أنه عند الانترنيست عند الطب الباطني ضروري. وما يزمك تتبع يا سي نزار، يزمك تتبع وما يزمكش تيأس. مع الأسف المرض هو موجود وإتيكيتي ديجا، معناها أنت ديجا قالولك اللي عندك باجت. دونك يزمك تتبع وتقعد تتبع بيناتهم الزوز، بين طبيب العينين وبين الانترنيست. باهي يعطيك الصحة دكتورة. نمشيو للكيف معنا فاتن. مرحبا فاتن. عسلامة هجورة. عسلامة مرحبا تفضل. يا عايش دكتور، انا امي عمرها في 70 سنة، عملت مؤخرا عملية على عينيها، عندها الماء في العين وماء متجمد كيف في وسط العين. الدكتور عمل لها العملية نحيلها كان جوست الماء على خاطر ما ينجمش يعملها العادة سامبلومون الماء اللي كما عندك يعني ماء متجمد في وسط العين مش تعمل عليه زائد. مي نجحت اوغوزمون، نجحت العمليه. اما دكتوره توا ولت يعني التصوير ولت تشوف فيها دوبل، وان بليس العين الثانيه كيف كيف ولت بالماء. يعني دكتوره سؤالي اسكو بعد اللازير كل شيء نجمو تعاود تعمل عدسه في العين والعين الثانيه حسب كلامك قبيله ما نجموش نعملوا لها عمليه، سيرتو انه يعني البريود الاخرى تبركة عملتها العمليه. برشا سؤالات لي ما نسيش اسئله باش تتفسر. هي قالت لي من الاول عملت العمليه وما عملهاش عدسه هكا، ولا ما عملتش لها عدسه من الاول قال لا خاطر ثما ماء متجمد في وسط العين هذاك علاش المره الاولى شد الماء جوست من العين مش يعملها باللازير. توا الماء متجمد يعمل باللازير. هو الماء يتجمد دكتوره في العين ولا الماء يتجمد في العين ولا لا؟ شنو بعد العمليه ولا قبل العمليه؟ الماء متجمد في العين دوك عمل لها قبل العمليه. هو متجمد قبل العمليه. شوف هو الطبيب ساعات يمشي حسب المريض شنو يفهم، معناها فهمتك معناها مش هو تقاه يغسل الماء متجمد معناها تلم الماء في العين وبون العتامه هو اللي نحكيه فيه الكل. ما تنجمش تفسره باللغه العربيه كما فسرناه تويكا، مش كل مريض كيفاش مش تتساير معاه باش تفسر له باش تقرب له اكثر باش تقرب باش تفسر له اكثر. اكيد قال لها الماء تجمد ولا تلم ولا فنقولوا له يتلم الماء شنو معناها مش يكثر اكثر. تبقى انا ما فهمتش علاش ما عملش عدسه، معناها هذا اللي ما عرفتش. وانت اذا كان تحكي لي على اللازير تويك سيك عمل عدسه ما يتبقى عمل ماء ثانوي سكون ابل كاتراكت سكوندير معناها ينجم يكون بعد العمليات نتاع الماء هي من برمي لي كومبليكاسيون ولا من مش مخلفات مضاعفات نجم نقولوا مضاعفات العمليه. الماء عاود يرجع، الماء مش يعاود يرجع اما تقع كيما الافرازات على الغشاء الداخلي خاطر احنا نخليوه الغشاء الداخلي نتاع نتاع العام نتاع الكريستالان العدسه نخليوه ونحطوا عليه العدسه الاخرى. دونك يقع انه باسيفيكاسيون والا افرازات فوق الغشاء هذاك. دونك هذاك ننظفوه باللازير من بعد 3-4 شهور نجم المريض يرجع يقول لك الرام ضبب ولا الرا دوبل كما قالت هي قالت رازوز. دونك يقع غشاء هذاك، دونك يقع تنظيفها بالليزر اللي هو حاجه سهله برشا لا بنج لا حتى شيء. دونك مريض نقعوا تنظيفه بالليزر وحاجه تتعدى معناها. دور لي هذاك اللي وقع بالنسبه
للسيدة ذي. يعطيك صحة دكتورة الله يخليك. أي ذي الزمارة بتاع جماعة جماعة الكورة. دونك بحضينا سي زروق مرحبا بيك. عسلامة هاجر مرحبا بيك. عسلامة دكتورة. باش نسلم لك في أربع دراج من العمر الحصة نتاعي. يعطيك صحة بارك الله فيك وعذرا على هذا التدخل هذايا. مرحبا بيك في أي وقت. ليفينمون يفرض نفسه بعد شوية ليكيب ناسيونال تاعنا 20 مينوت 20 دقيقة أخرى إن شاء الله تبدا ليكيب ناسيونال تلعب ضد منتخب الإمارات. تعرفوا ماتش ديسيزيف للتأهل لدور ربع نهائي في البطولة العربية. حبيت جوست نقول لي بعد شويه ان شاء الله باش يكون عندنا تغطيه خاصه لمباراه تونس والامارات. تغطيه تمتد على امتداد اربع سوايع مع محللين الفنيين. بعد شويه ان شاء الله باش نبداو باش نحكيو على ليكيب ناسيونال باش يكون عندنا تغطيه بكل تفاصيل مباراه تونس والامارات ان شاء الله مربوحه ليكيب ناسيونال تاعنا. جوست زماره هذيك اسمها فوفوتزيلا. لا ما خطيني ثقافه الكروي اسمها فوفوتزيلا. هاي طبعا عندي ثقافه طبيه. استنى ساعه وين ماشي؟ قول لي ساعه حظوظنا وافر ولا مش وافره؟ ما تنجم كان تكون وافره وحتى كان ماهيش وافره ردوها وافره بالسيف. لازم الكيب ناسيونال نتاعنا اليوم تربح باش ترشح ان شاء الله لربع النهائي. دونك ماتش مهم 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 جدا. يعطيك صحه على اربع دراج اللي تفضلت بهم على خاطرنا. ونحيي سيد خميسي اللي تفضل لنا بساعه والراسين كارين تفضل لنا بساعتين معناتها هما ما تكلموش انت على 20 دقيقه. اش قال لك الدكتوره ريتش؟ نفضلكم. بيقول لي مراسلنا غادي شكون باش ينقل لنا البث ويحكي لنا على يا سيدي باش نكون انا في اداره الحوار كما يقولوها. حمزه المغربي في التعليق. امين جلانز وهيدي بخوش في ربط مباشر غاديكا من قطر مبعوثي اي اف ام لتغطيه مونديال العرب وتحليل الفني لكل من وليد قرفاله وسهيل براضي. كذلك بعد شويه يلتحقوا بينا عمار جمل وحسام الحاج علي بلاتو هكا من الوزن الثقيل. نار 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 يا حبيبي نار. هاي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. اربع دراج كيك ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه مره اخرى على الاربع دراج. ميرسي بوكو هاج تدل يا سيدي تدل. يعطيك الصحه زروق الله يخليك. دونك شويه اخر كما قال زروق ماتش نار كما نقول ولا لا نفهم في الكوره انا ما نعرف اللي هما يزوموا يربحوا اليوم يزوموا يربحوا كاو ان شاء الله ان شاء الله يربحوا زين. انا نرجع للموضوع نتاعنا نكملوا الخمس دقائق اللي مازالوا لنا في الحصه. نمشيو للسبيت معنا لمجد. مرحبا بك لمجد. السلام عليكم. عسلامة سيدي. مرحبا تفضل. مرحبا بلاي الدكتوره. بالنسبه لي انا عملت في 2019 عمليه على الشبكيه اقتطاعك الكوفيد وكل شيء لسقاه الشبكيه بالواحد بك السيليكون بالسيليكون وكل وقعك الكوفيد ودا شنو معناها قعدك سيليك تقريبا 3 شهور. قالوا لي عمل لي الماء يلزم انا اعمل. عملت عمليه على الماء وعملت واحد معناها عاد بعدها عيني قعدت مظبه. عملوا لي باللازير وكل شيء برشا حصص معناها من 2019 باقي عيني الربيع مظبه اليمين اللي نركز في الوجه مثلا الوجه ما يظهر ليش ولا في كتيبه ولا حاجه نرى لي كولور وكل شيء نراهم اما كي نثبت في الحاجه الوجه والراس نرى ترتاح ولا هذيك المشكل ديما نتاع العمليات نتاع الشبكيه معناها خاطر الشبكيه مش سهله سورتو اذا كانت تقلع الكل وإذا كان يتقلع عندنا وسط العين اللي هو مركز الإبصار في وسط العين ديما عندنا مشاكل متاع رؤية وديما اللي نقوله احنا في الشبكة اللي نربحوه حتى شوية خير من ما نخسروه فرد المرة معناها. إلى حد الآن فماش عملية ترجع لك الشبكة صف إذا كان الديكولما معناها تقلع من بعيدة على المركز الإبصار على وسط العين سوك النتائج براتيك ما باهية برشا معناها يرجع يشوف نورمال. ما إذا كان الوسط العين تقلع عنا وسيليكون وكاتاراكت وهذيك دي وسورتو وسط العين تقلع ديما ديما فما مشاكل باهي سورتو تمس اللازير وكل تمس مركز الإبصار ديما فما مشكل يسمو يتبعوا كون ان شاء الله ربي معك. يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لحي الزهور. الو مرحبا. مرحبا مرحبا اهلا بكم. ربي يعاونكم وبارك الله فيكم. عايشك ربي فضلك سيدي تفضل. بالله استشاره الدكتوره مع شكرا معناها سمحت لنا فرصه حتى ولو بالهاتف. مرحبا. انا في العمر 69 سنه. عمري 69 سنه. وعندي تو كي كبرت شويه فت الستين حسيت بدي في راسي زوز عينين. واحده ولت مظبه شوي والاخرى لاباس ما فهمتها كيفاش. نسوق تو نسوق في النهار وكل شيء بلاش بريت في الليل يفول اللينات. وساعات في عيني اللي صار صحيحه الريفك اللي يقولوا الفر ولا شو.
شنو سامحني لمش هادي شو ترى الراج ان بوند كل الهلال اكحل دلاله هلال هلال كيما الهلال مش ديما يطلع لي ساعات الصباح ما نعرفش طوم لا عندي سكر لا عندي دم الحمد لله صحتي لبيك ده بقاعي عيني اليمين في ضبابة نحس اللي بدأت تضبب على الأخرى كنا نعمل كوباريزون نلقى في مضبابة زعبة هذا كمان متجمع ولا شفمة ولا كيفاش أي هذا هذا هو اللي كنا نقوله فيه معناها يلزم الناس اللي بعد 60 سنة و55 وجنرال مو 60 سنة يلزم فحص دوري عند طبيب العينين يلزمك تمشي تشوف طبيب عينين بتشوف عندك شي ما في عينيك نحكم شوية ديما يأكلوا فيه ممكن عندي حساسية صغيرة ولا الله أعلم ليه هذيك حاجة أخرى أما من الحساسية ما تعملش الضبابة أما الضبابة اللي تحكي عليها اللي هي مهمة الضبابة متاع العين والزغلة لواحد يبدأ عينه مزغلة شوية وضباب إذا يزمك تشوفته بعينين يقول لك تهو بالتشخيص لولاني في سعدو بيحطك يقول لك عندك ماء ولا ما عندكش نعطيك صحة دكتورة إن شاء الله بلطف عليك سي هادي دونك دكتور احنا بخاتيك ما وصلنا لآخر الميسيون نتاعنا اليوم دونك باش نخليه وفيك باش نخليه ولا حتى زملائنا من قسم الرياضة أما في كل موضوع مهم ياسر وجينيرالمون المشاكل نتاع العينين نجمو نلقفوهم على بكري ببعض النصائح ونتلهي شوية بالعينين نتاعنا وكليش خصصنا لهم دقيقة لقاعدة هذه في الكونسي دو جور نتاعنا اللي باش تقولوا لنا أنت شوية أخرى كونسي دو جور تفضل دكتورة أول حاجة نحب نقول اللي الماء الأبيض في العينين راهو ماهوش مرض خطير راهو يداوى وراهو العملية الجراحية ما تخوفش وراهو يلزمهم يعملوا عملياتهم ويروحوا يشوفوا لاباس عليهم وما عندهمش مشكلة مريض السكر يزمو يقع فحصه دمانير دوري عند طبيب العينين كما نجم يتبع عند طبيب السكر متاعه أما طبيب العينين ضروري أول ما يجيه السكر في عينه ويعرف يكتشف اللي عنده السكر في عينه يزمو يمشي عند طبيب العينين باش يكشف عليه ويشوف الشبكيه نتاعو ويقعد وهو من غادي طبيب العينين كل عام يزمو يهز روحو اذا كان ما عندوش سكر في عينيه ومن بعد طبيب العينين هو اللي مش يقولك وقتاش ينجم يشوفك على حسب الحاله نتاعك نتاع عينيك بالنسبه للصغيرات ماذا بينا فحصهم يقع نتلهو بهم شويه لانه يقع منذ الولاده يقع فحصهم نورمالمون عند طبيب الصغار مع طبيب الصغار تبقى زاد الوالدين عندهم قيمه كبيره برشا الام يلزمها تشوف فماش في البؤبة نتاع العين فماش تلقى شبيات اسكو صغير هاي يحول ولا سورتو نحكيو على الحول هنا شويه نصيحه اللي الحول اذا كان فات 6 اشهر ولا 4 اشهر من الاول عادي 4 اشهر وبعد راهو فماش خوصه الزين كما يقولوا عليها راهو يلزمك تمشي لطبيب عينين باش تشوف فماش حول في العين هذه حاجه بالنسبه للصغيرات بالنسبه للكورتيكويد ونخليه الصغار مره اخرى بالنسبه للكورتيكويد معناها يلزم ننتبهوا شويه من الدواء الكورتيكويد ما نعملوش اوتوميديكاسيون اهديكم وحدكم استغداكس ولا توبغاديكس اللي فيه ليكورتيكويد راو يعطيه طبيب المدة معينة سورتو بالنسبة للحساسية مضطرين ساعات باش نعطيه دي كورتيكويد ما يزمش لباران ولا الام تقط تعطي برشا مرات وحدها تقط وحدها تحدها تعطي راو نجم يعمل الماء عند الصغير ونجم يعمل تنسيون باه يعطيك صحة دكتورة الله يخليك انت معنا دكتورة سلمى الرابي والله جماعة السبور يقين شادين البيت من غادي ان شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني ميرسي ليحيى وكملنا خسرتونا تك تك الله غالب ميرسي لامين ميرسي للجماعة الكل باي باي في الامان